في الشأن السوري، البراهيمي يدعو إلى تغيير حقيقي وحكومة انتقالية كاملة الصلاحيات ميدانياً، غارات جوية في محيط معسكر للقوات النظامية شمال غرب البلاد. حراك دبلوماسي كثيف تحتضنه موسكو قبل انقضاء العام في سوريا. والمفد الدولي الأخضر الإبراهيمي الذي يزور روسيا السبت عاد إلى الواجهة مساعي حل الأزمة، معتبرا أن التغيير المطلوب ليس ترميميا ولا تجميليا، مؤكدا أن الشعب السوري يحتاج ويريد ويتطلع إلى تغيير حقيقي. نحن واثقين من أن مؤتمر جنيف الذي عقد في شهر 6 من السنة اللي فاتت فيه من العناصر ما يكفي لوضع مخطط ممكن ينهي هذه الأزمة خلال الأشهر القليلة المقبلة. الإبراهيمي دعا من دمشق إلى تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، مضيفا أن عبارة كاملة الصلاحية مفهومة وتعني أن كل صلاحيات الدولة يجب أن تكون موجودة في هذه الحكومة التي تتولى السلطة خلال مرحلة انتقالية تنتهي بانتخابات. وأكد أهمية ألا تسبب المرحلة الانتقالية بانهيار الدولة ومؤسسات الدولة. الوقت ليس في صالح أحد. الموفد الأممي أكد أنه في حال الفشل سيكون الذهاب إلى مجلس الأمن وسط إصدار قرار ملزم للجميع هو الحل الأخير. في هذه الأثناء أجرى وفد سوري برئاسة نائب وزير الخارجية فيصل المقداد محادثات في وزارة الخارجية الروسية، فيما نفت موسكو وجود خطة مشتركة مع الولايات المتحدة لإنهاء الأزمة في سوريا. وأكد الناطق باسم الخارجية الروسية أن جعل رحيل رئيس منتخب حجر أساس لأي حوار هو انتهاك لكل الاتفاقات التي تم التوصل إليها في جنيف. من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية المصري محمد عمرو سيصل إلى موسكو في زيارة ستشمل محادثات مع وزير الخارجية سيرغي لافروف. من الجهة الإسرائيلية، التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الآونة الأخيرة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في عمان. وأفادت الإذاعة الإسرائيلية إلى أن البحث تركز على الوضع في سوريا ومسألة الأسلحة الكيميائية. ميدانيا، استمر القصف والاشتباكات والعمليات المضادة في المناطق الثائرة، وذلك عقب يوم دام أدت أعمال العنف فيه إلى مقتل زهاء 120 شخصا بحسب المرصد السوري.